ان شاء الله هنكمل معاكم النهارده بقيه الجزء الخاص بالنتورك كونفيجريشن عندنا. لو انتوا فاكرين كنا اتكلمنا على مقدمه كده سريعه جدا على الاي بي، ايه الاي بي ادرسز دي والنت ماسك، وازاي النت ماسك بيتحكم في كام هوست في النتورك دي او كام في يوزابل اي بي، واتكلمنا على ان كل سب نت ممكن كل سب نت كبيره اقسمها لمجموعه سب نت صغيرين، وبعد ما اتحكم في نتورك ماسك ده كمان كان بيبقى عندي اول اي بي في النت في النتورك دي كان بيبقى اسمه النتورك اي بي، واخر اي بي خالص كان بيكون البرودكاست اي بي. طيب كلام جميل. النهارده هنتكلم على مصطلحين جداد عندنا كمان. امبارح اتكلمنا عن الاي بي وعن السبنت ماسك، النهارده هكلمك على مصطلح تاني خالص اسمه الجيت واي. اعتقد كلكم شفتوه قبل كده بس يعني من باب العلم بالشيء، يعني كتذكره لاكتر ولا اقل. وهكلمك كمان على الايه، على الدي ان اس. خلاص كده هكلمك على الاثنين دول. بص يا سيدي، عندك هنا سيرفر موجود، السيرفر ده وصل بسويتش اهون. طبعا السيرفر السويتش ده وصل عليه سيرفر تاني ووصل عليه سيرفر تالت. خلاص خلينا نكون كده متفقين ان انا موصل راوتر هنا على السويتش ده وموصل راوتر تاني على السويتش ده، وده متصل بالانترنت وده متصل بالانترنت بخط تاني بلينك تاني، ماشي كده. وليكن فرضا اللينك ده رايح لتي اي داتا، واللينك ده رايح للينك دوت نت، ماشي. ها في مشكلة لحد دلوقتي؟ يبقى عندي ثلاث سيرفرات كلهم وصلوا على سويتش، وفي عندي راوترين وصلوا على نفس السويتش، والراوترين دول كل واحد فيهم وصل بخط انترنت مختلف. ايه المشكله بقى يا عم؟ هقول لك ثانيه واحده. هو السيرفر ده، السيرفر ده هو لما يحب يطلع انترنت هيطلع عن طريق الراوتر ده ولا يطلع عن طريق الراوتر ده؟ ها حد عنده اجابه؟ هيختار انهي واحد فيهم؟ هل هيختار واحد عشوائي كده وخلاص؟ لا، مش هيختار عشوائي، مش هيختار عشوائي. يعني ايه بقى؟ يعني بكل بساطة، بكل بساطة لازم هيكون كده في حاجة بتقول للسيرفر ده لما تحب تطلع للانترنت اطلع عن طريق، فرضا انا عايز اطلع عن طريق الخط ده، هو ايه بقى؟ هي الجيت واي. الجيت واي هي ممكن تعتبرها كده البوابة اللي السيرفر ده هيستخدمها، او الطريق اللي هيستخدمه عشان يطلع لمين، لشبكة ما او لجهاز ما. طيب حاجة تانية، حلو، انا كان عندي الراوتر ده وصل هنا والراوتر ولينك دوت نت موصلاني بداتا سنتر فرعية عندي فيها سيرفر، السيرفر ده بتاعي برضو، يعني ده الشركة دي اسمها شركة، وليكن مثلا اسمها تيست، ده اسم الشركة بتاعتي، وتيست دي ليها فرع تاني عندي، والفرعين مربوطين ببعض عن طريق مين؟ ها؟ عن طريق مين؟ عن طريق لينك. لكن الانترنت العادي ها رايح عن طريق تي اي داتا. خلاص كده؟ طب في الحالة دي السيرفر ده لما يحب يطلع للفرع بتاعي ها المفروض ياخد انهي طريق؟ المفروض ياخد انهي طريق؟ ياخد الطريق اللي تحت ده بتاع مين؟ بتاع لينك دوت نت. طيب معنى كده ان انت هيكون عندك طريق بيطلعك لاي حاجه في الدنيا، وفي عندك طريق تاني بيطلعك لحاجه مور سبيسيفيك، حاجه محدده. خلاص كده؟ ماشي كده؟ طيب الطريق اللي بيطلعك لاي حاجه في الدنيا ده بيكون اسمه الديفولت جيت واي. اللي هو في حالتي هنا هيكون مين؟ هيكون الطريق بتاعتي ايه ده اللي هو الراوتر ده. طب دلوقتي السيرفر ده لما يحب يكونفيجر
او لما تحب تكونفيجر على السيرفر البوابه بتاعته هتبقى مين؟ هيبقى الانترفيس اللي واصل بيه هنا، مش ده، لا هيبقى ده. خلاص كده هيبقى اول انترفيس ناحيتك على الراوتر ده، تمام. طيب، طب السيرفر ده لما يحب يطلع ها في الاتجاه ده، قال لك ده هيكونفيجر جيت واي عاديه مش الديفولت جيت واي. يعني هو هنا السيرفر ده ممكن تيجي عليه كده تقول له يا سيرفر، يا اللي اسمك سيرفر واحد، لما تحب تطلع لشبكه تيست الفرعيه دي خلاص، او للفرع بتاعي بتاع شبكه تيست دي، اعمل ايه؟ اطلع عن طريق الاي بي بتاع الراوتر ده. انهي اي بي بقى؟ الاي بي المقابل ليك اللي في نفس الشبكه بتاعتك. وضحت كده؟ ها في مشكله؟ عرفت الفرق بين الجيت واي العاديه وبين الديفولت جيت واي؟ ها الجيت واي العاديه بتعرفك الطريق لحاجه محدده، لشبكه واحده بس او لشبكتين او لثلاثه او لاربعه. انما لو بتقول له انا عايز الطريق اللي يطلعك لاي حد، اي حد تاني، اي حد تاني، ده معناها الديفولت جيت واي. خلاص طالما حددتلوش هيطلع عن طريقها. يعني لو في الحاله دي السيرفر قلت له اطلع لشبكه اسمها اكس او واي او زد، ها هيطلع عن طريق مين؟ هيطلع عن طريق ده، لاني ايه؟ ما قلتلوش انت رايح للفرع بتاع تيست. طب لو قلت له اطلع لتيست بقى، ها او لفروعها، المفروض هياخد مين؟ هياخد الطريق التاني ده. وضحت؟ ها مفهوم الجيت واي واضح؟ حد عنده اي مشكله فيه؟ ها حلو جدا، ممتاز. طيب لسه في عندي خازوق، لسه في عندي خازوق اللي هو ايه بقى؟ دلوقتي السيرفر ده موجود، حلو، ده الانترنت وصل اهو، ده الانترنت بتاعك. فرضا ان السيرفر ده كان عباره عن، او بلاش 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 بلاش، هو سيرفر دلوقتي، دي مكنه ورك ستيشن. فين يا سيدي؟ فين فين فين؟ حلو، انا عندي سيرفر هنا اسمه yahoo.com. انا عندي سيرفر هنا اسمه yahoo.com. خلاص، طيب المكنه دي دلوقتي هعتبرها ان هي مش سيرفر، هي جيت واي. المكنه دي كده في يوزر قاعد عليها بيحاول يطلب yahoo.com. مبدئيا خليك مقتنع تماما ان اي حاجه مش كده وبس، وهسميه mail.yahoo.com كمان. مفيش حاجة على الإنترنت شغالة بالاسم، كل حاجة شغالة عن طريق الأي بي أدرس، كل حاجة بعنوان، كل حاجة بأي بي أدرس. خلاص كده؟ تمام؟ طيب الراجل ده لما يجي يطلب، عمر حد فيكم هو شغال بيطلب حاجة بالأي بي؟ أعتقد إن بتحصل واحد في المليون عندكم وأنتوا شغالين، واحد في الألف بالنسبة لنا إحنا كمهندسين شبكات، بس للناس العادية في حد بيطلب حاجة بالأي بي؟ كل الناس بتستخدم الإيه؟ الاسم. طب ازاي الجهاز ده بيقدر يترجم الاي بي اللي هو الطبيعي ده المفروض تشتغل بيه لايه؟ لاسم كده. قال لك عن طريق الدي ان اس، عن طريق الدي ان اس. خلاص، ايه الدي ان اس ده؟ الدي ان اس ده عباره عن سيرفر، السيرفر ده معمول فيه ماب اهو، معمول فيه ماب كده. تعال ننزل تحت بقى، ايه الماب دي؟ الماب دي عباره عن الاسم وليكن، الاي بي اللي رقمه وليكن 163 مش عارف 202 مش عارف 1.15، معمول له ماب للاسم اللي اسمه mail.yahoo.com. فانت لما بتيجي تشتغل انت بتكونفيجر المكنه بتاعتك ان هي تعمل عمليه اسمها ريزولف. ريزولف يعني ايه؟ عملية ترجمة بكل بساطة، أنت بتروح تسألها أو بتروح تسأل الدي إن إس، المكنة بتاعتك بتروح تسأل الدي إن إس، تقول له هنا يا دي إن إس إيه الاسم، أو آسف إيه الأي بي بتاع
السيرفر اللي اسمه ميل دوت ياهو دوت كوم هيروح ردد عليك ويقول لك الاي بي بتاعه كام، وليكن 163.202.115. تروح انت اوتوماتيك، تروح انت لما هو يرد عليك بالريبلاي دي، تروح انت بعت الريكوست بتاعك لمين في المره الثانيه؟ لميل دوت ياهو دوت كوم، تقول له ها اديني يا عم الصفحه دي انا عايز اعمل بريفيو للميلز بتاعتي. خلاص كده ماشي. طيب بيسال ازاي؟ انت بتكونفيجر على المكنه دي، تقول له استخدم، تقول له استخدم السيرفر ده اهو كدي ان اس. طبعا السيرفر ده بيكون له اي بي، يعني مثلا زي جوجل الاي بي بتاعه 8888 او 8844. فانت لما بتيجي تطلب اي حاجه على الانترنت بالاسم بتروح الاول تسال مين؟ ها 48 ده، تقول له يا عم فين الاي بي بتاع ام اس ام دوت كوم، فين الاي بي بتاع كوره دوت كوم، فين الاي بي بتاع ماي ايجي دوت كوم، فين الاي بي بتاع فيسبوك دوت كوم. هو بيكون عارف كل واحد فيهم والاي بي بتاعه، يروح هو رد عليك بالاي بي، تروح انت واخد الاي بي وبعته للسيرفر ايه اللي انت عايزه بالظبط. يبقى جهازك في الطبيعي ما يعرفش، او انت اصلا ما تعرفش الاي بي بتاع اي جهاز، انت عارف اسمه بس. بس انت بتكونفيجر المكنه بتاعتك تعمل ريزولف من مين؟ من دي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر ده هو اللي يعرف. خلاص كده بالظبط بالظبط. عامله زي مين؟ زي شيخ الحاره بتاعكم، زي شيخ الحاره بتاعكم كده. لو جه اي حد، لو جالك اي حد ايام الجيش كده، لو حد فيكم كان فاكر ايام الجيش لما كان بيجي يقدم على ورق، لما كان بيجي يقدم على ورق ها كليه حربيه ولا اي حاجه، كان بيجي كده مخبر يدور عليه يشوف هو قاعد فين. هو كان كان بيجي لك انت البيت على طول؟ لا، ده كان بيجي الشيخ الحاره بتاعكم الاول يساله ها هو اروح للراجل اللي اسمه مصطفى ده ازاي، الراجل ده بيته فين واوصله ازاي. فكان الشيخ الحاره بيدله على المكان، يروح هو الراجل جاي كده في المنطقه عندك لحد ما يوصل لك، وصل للبيت بتاعكم، يفضل يتقص لحد ما يجي لك. نفس النظريه بالظبط. خلاص كده طيب كلام جميل. شكل الباكت ايه؟ لسه لما تاخد الدي ان اس هوريهولك، هناخد الدي ان اس سيرفر بالتفصيل الممل، هناخد الدي ان اس سيرفر بالتفصيل الممل. ما تشغلش نفسك بالسيرفر، انت مجرد كلاينت حتى الان، انت لحد دلوقتي مجرد كلاينت، انت عليك تسأل وبس. خلاص مالكش دعوة، انت لما بيجي المخبر يسأل عنك مالوش دعوة مين شيخ الحارة دون، ولا توظف ازاي، هل هو جيب واسطة، هل دفع فلوس، هل هو خبرة وجابوه شيخ بتاع شيخ حارة، مالكش دعوة انت هو شغال ازاي دلوقتي. انت مجرد كلاينت حقير بيسأل بس ايه ها فين العنوان ده، تاخد الاي بي بتاعه وخلاص على كده، شكرا. بس ده دورك. طيب كلام جميل. لحد دلوقتي حد عنده مشكلة؟ ها؟ حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب عشان الراجل اسمه محمد قطط عمال يلخبطكم، عشان الراجل اسمه محمد قطط عمال يلخبطكم، هو بيحاول بقدر الإمكان يربط المصطلحات ما بين سيسكو وما بين الاوبريتنج سيستمز. خلاص فهو متلخبط ما بين مصطلحين عند الناس بتوع النتورك او نتورك ادمنستريتورز، اللي هو الديفولت جيت واي وما بين الديفولت روت او الديفولت روت، سواء بقى انت راجل انجليزي ولا بتتكلم عادي. ها بيسموها ديفولت روت، الانجليزي بيسموها ديفولت روت مش ديفولت راوت بالمناسبه، ما علينا. بصري كده، الاثنين دول ليهم معنيين مختلفين عند الناس بتوع النتورك. الديفولت جيت واي ده عاده بيستخدم مع اللاير 2 سويتشز. خلاص الديفولت روت ده
بيستخدم مع اللاير 3 سويتشز ومع الراوترز ومع الفاير وولز كمان. بكل بساطة أي لاير 3 ديفايس بتستخدم المصطلح ده، اللاير 2 ديفايسز بتستخدم المصطلح ده. ليه؟ لأن اللاير 2 ديفايسز ما بتقدرش تعمل لاير 3 باكيت فورواردنج، أو بتقدرش تعمل راوتنج بكل بساطة. اللاير 2 ديفايسز زي اللاير 2 سويتشز ما بتقدرش تعمل راوتنج، فبيسموها الديفولت جيت واي. انما اللاير 3 ديفايسز زي الراوترات وزي اللاير 3 سويتشز وزي الفاير وولز بيكون اسمها ديفولت روت. تمام كده؟ طيب ليه؟ لانها بتقدر تعمل لاير 3 راوتنج بكل بساطه. ماشي؟ يعني ايه لاير 3 راوتنج؟ يعني المثال ده اهو، بص لي كده، ادي راوتر موجود، الراوتر ده واصل على سويتش، السويتش ده عليه سبنت كامله، مجموعه اي بي هات، السبنت دي وليكن الاي بي بتاعها 15.12.1.0/24، ودي شبكه تانيه خالص مربوطه بيها، ودي شبكه تالته مربوطه بيها، دي وليكن 19.1.1.0/32، بلاش 32 خليها لي سلاش 30 يا عم، ودي وليكن 24.1.1.0/23. خلاص كده؟ لير 3 راوتنج او راوتنج معناها ايه؟ ان ممكن يراوت الباكت. يعني ايه؟ يعني ممكن يسمح ان الباكت تعدي من الشبكه دي تروح للشبكه دي. خلاص كده؟ او الباكت تعدي من الشبكه دي تروح للشبكه دي. خلاص كده؟ تمام كده؟ انما اللير 2 سويتشز، اللير 2 سويتشز ما بتقدرش تعمل اي حاجه شبه كده. اللير 2 سويتشز كل وظيفتها في الحياه اللي هتقدر تعمله اهو، لو ده لير 2 سويتش اهو، عندك هنا شبكه في سبنت 15.12.1.0/24، وهنا شبكه تانيه اهي، وليكن دي في الشبكه اللي اسمها 19.1.1.0/24. اللير 2 سويتشز ما بتقدرش تبعت الباكت ما بين شبكه وشبكه تانيه مختلفه، هنا دي هتقول لها معرفش عنك اي حاجه. ها، وضحت الحكايه دي؟ وضحت؟ يبقى الراوتر بيقدر يشغل الشبكتين دول زي الفل، يوصلهم ببعض. خلاص كده؟ انما السويتش لو جه حد من الشبكه دي يكلم حد من الشبكه دي مش هيسمح له. وهو ده الفرق ما بين اللير 3 سويتش او ما بين اللير 3 ديفايسز وبين اللير 2 ديفايسز. خلاص كده؟ فانت ما تحاولش تربط المصطلحات بتاعت النتورك ادمنستريتورز مع مين؟ مع الاوبريتنج سيستمز، عشان ما تلخبطش نفسك. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا، عرفنا عن ايه اي بي ادرس، يعني ايه سبنت ماسك، خلاص، يعني ايه جيت واي، ويعني ايه دي ان اس. لا مش لازم تاخد سي سي ان اي ولا حاجه، بعد ما تخلص ار سي اي انصحك تفكر تاخد سي سي ان اي، وانصحك كمان تدرس داتابيز. انت اصلا هيكون عندك جزء في التراك الثالث على الداتابيز بيتكلم عنها، انت في التراك الثالث هيكون في عندك جزء بيتكلم على الداتابيز. لا هتتكلم على حاجه كده شبه الماي سيكول اسمها ماريا دي بي. طيب
كلام جميل. ها ايه، نخش بقى النهارده على جزء الكونفيجريشن. نخش على جزء الكونفيجريشن. امبارح اتكلمنا وقلنا ان في عندنا اتنين نتورك امبلمنتيشن، في عندنا اتنين نتورك امبلمنتيشن. خلاص، الاولانيه كان اسمها ايه؟ النتورك. الامبلمنتيشن الاولى كان اسمها النتورك، ودي كده اعتبرها الليجاسي، الحاجه القديمه جدا. وفي عندنا امبلمنتيشن جديده اسمها النتورك مانجر. والنتورك مانجر ده عباره عن نيو امبلمنتيشن، اعتبر ان ده كده التطور، التطور الطبيعي الايه؟ ها للنتورك امبلمنتيشنز اللي حصلت كلها في ال 10 سنين اللي فاتوا او في ال 15 سنه اللي فاتوا كمان. ماشي كده؟ وقلت لك النتورك مانجر ده هيسهل عليك الدنيا كلها. خلاص؟ هيسمح لك تكونفيجر تقريبا اي نوع من نتوركس بشكل سهل جدا. خلاص؟ هي امبلمنتيشن واحده وعباره عن موديولار امبلمنتيشن تقريبا ضم كل حاجه تحتها. طيب النتورك مانجر ده في حاجه ممتازه جدا عملوها فيه. ايه اللي عملوه فيه؟ قال لك انا هشغلك بنظام البروفايلز. بايه يا اخويا؟ حاجه اسمها البروفايلز. يعني ايه بقى؟ بص، كان عندنا مأساة، كان عندنا مأساة من فترة كده وحتى الآن ما زالت موجودة. ايه المأساة اللي بتقابلني؟ بص، أنا عندي شبكة في البيت، صح؟ الشبكة دي بيكون ليها عبارة عن مجموعة أي بي أدريسز، صح؟ وبتكونكت عليها بشكل معين. وعندك شبكة تانية في الشغل، ولما تنزل مثلا تقعد في كوستا ولا في أي مكان بتلاقي عندك شبكة تالتة. ولما تنزل الداتا سنتر بتكون شغال كده ولا حاجه، ها، بتلاقي عندك شبكه رابعه. وكل شبكه فيهم ليها اي بي ادريسز مختلفه، كل شبكه فيهم ليها اي بي ادريسز مختلفه. طيب تفتكر انت عندك الوقت والمجهود ان انت كل ما تكونكت على شبكه مختلفه تغير الاي بي ادريسز بتاعتها بالنت ماسك بتاعتها بالجيت واي بتاعتها بالدي ان اس بتاعتها، كل الكلام تقعد تغيره؟ مش كده بس، ده لو كل شبكه فيهم ليها يوزر نيم وباسورد، ربنا يديك الصحه بقى. شوف هتحفظ كام يوزر نيم وباسورد. عمليه مأساه. خلاص، فعشان المشكله دي تتحل قال لك بس انا هشغلك يا عم حاجه اسمها البروفايل. ايه بقى البروفايلز دي؟ قال لك بص، كل كونكشن هتعمل له بروفايل. البروفايل ده هتاكتفه، ها، لما تحتاج اليه بس. يعني ممكن تعمل بروفايل كده مثلا سميه هوم، بروفايل تاني سميه وورك، بروفايل تالت سميه كده الكافيه، بروفايل رابع سميه داتا سنتر، بروفايل خامس مش عارف ايه، وهكذا. طيب انت عندك كارت او عندك المكنه اهي، المكنه دي فيها كارت واحد، صح؟ المكنه فيها كارت واحد. قال لك بس لما تروح الهوم او لما تروح البيت بتاعك اعمل اكتيفيت للبروفايل ده، هي ابلاي السيتنج بتاع الشبكه بتاعت الهوم، فتبقى انت كونكتد بشكل سريع جدا. طيب فرضا انت خلاص خرجت من البيت رحت رايح الكافيه، قال لك بس رحت الكافيه خلاص ابلاي البروفايل بتاع الكافيه ده. يعني انت بتعمل بروفايل مره واحده وبتكونكت لما تحتاج اليه بس. طيب ده معناه حاجه واحده، هل ينفع تشغل اتنين بروفايل في نفس الوقت؟ هل ينفع تشغل اتنين بروفايل في نفس الوقت؟ لا، ما ينفعش، انسى الحكايه دي. هو كارت واحد هتشغل اتنين بروفايل في نفس الوقت ازاي اصلا بالعقل؟ يعني ينفع تكون موجود في مكانين في نفس الوقت؟ يعني ينفع انت كشخص كده كبني ادم بجسمك تكون موجود في الشغل وموجود في الكافيه في نفس اللحظه؟ ما ينفعش. فمش منطق اصلا تسال سؤال زي ده. يعني ده سؤال ما حدش يساله لمحمد عطله، سؤال زي ده كده هو الشخص الوحيد اللي ممكن يساله. خليك فاكر ان ايه، ها، ما ينفعش تعمل اكتيفيت لاتنين بروفايل في نفس الوقت. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب تعال نبدا ان ايه، نكونفيجر الكلام ده عندنا. تعال نكونفيجر الكلام ده عندنا. بص يا سيدي، تعال نكونكت على المكنه كده اهون،
ممكن تيجي هنا كده وتقول له ايه ان ام سي ال اي، ودي اسم اليوتيليتي اللي احنا هنستخدمها، دي اسم اليوتيليتي اللي احنا هنستخدمها. خلاص هتقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو. بص عندي ايه، ها بص عندي ايه، عندي ثلاثة كونكشنز موجودين. قلت لك امبارح البريدجز، اصبر على رزقك كلها بس كده ايه يعني يوم، مش يوم كمان يعني، لو عندنا وقت النهارده هناخدها النهارده، لو عندنا وقت النهارده هناخدها. خلاص بس بص عندي كده، انا عندي اتنين بريدجز او اتنين بروفايلز البريدجز، وعندي كمان ايه، عندي بروفايل مربوط بمين، ها بكارت الشاشه، بكارت الشبكه بتاعي اهو. طيب اول حاجه الديفايس ده اللي هي الديفايس نفسها اللي مربوطه بيه، سواء فيزيكال ديفايس او فيرتشوال ديفايس. يعني في حاله البريدج، البريدج ده عباره عن فيرتشوال ديفايس. طب كارت الشبكه ده فيزيكال ديفايس. طب النيم، النيم ده اسم البروفايل نفسه، يعني ده ممكن نسميه هوم، وورك، اي حاجه. طب اليو يو اي دي، قال لك كل بروفايل كده بياخد رقم يونيك، زي ما قلت لك قبل كده السيستم بيتعامل مع كل حاجه عن طريق مين، عن طريق الرقم بتاعها، فبيعمل ماب للاسم اللي انت بتفهمه كبني ادم لحاجه اسمها يو يو اي دي، رقم البروفايل نفسه. خلاص كده. طيب نوع الكونكشن ده ايه، قال لك ده عباره عن ايثرنت كونكشن، ده عباره عن ايثرنت كونكشن. طيب كلام جميل، حلو قوي. طيب بص لي كده، بما اننا هنشتغل كده فانا ممكن اعمل ايه، يا دي لسه بقالها من امبارح تقريبا او اول امبارح، تعال نروح للتيرمينال بقى، ان ام سي ال اي كونكشن شو اهو. ممكن اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن ديليت لمين يا عم؟ الاول قبل ما اعمل له ديليت، لو قلت له كده شو واسم البروفايل اهو، تعالى كده هنا في المكتوبه بشكل كبير ديا، ان ام سي ال اي كونكشن شو، واديته اسم البروفايل ده، هيعرض لك البروفايل ده بالتفصيل بكل حاجه عنه. بص كده ما شاء الله كميه معلومات كتيره جدا. ها اسم الكونكشن ده ايه، اسم البروفايل، اسم البروفايل ده ايه، وده اليو يو اي دي بتاعه، ومربوط بانهي فيزيكال انترفيس، ونوع الكونكشن ده ايه، هل هو ايثرنت، هل هو واي فاي، هل هو فايبر شانل ولا فايبر شانل اوفر ايثرنت، كل حاجه عنه. ايه كمان، بيعمل اوتو كونكت. اوتو كونكت يعني ايه، يعني بيأكتيفيت البروفايل ده لوحده اوتوماتيك. ايوه. طيب ايه كمان، هل هو ريد اونلي؟ لا، يعني ممكن تعدل فيه بكل بساطه. عندك مثلا حاجات زي بيعمل اوتو نيجوشييت، بيعمل نيجوشييت للكونكشن بتاعك. ايوه. ايه كمان، بص كده هنا الاي بي ادرس، ها وده الاي بي ادرس بتاعك. بص لي كده الاي بي ادرس بتاعك كام، 192.168.101.104/24/24 معناها النت ماسك بتاعك كام، ها 24 من 32 8، معنى كده ان اخر 8 بت هتبقى بصفار، يعني انت النت ماسك بتاعك هيكون كام، 255.255.255.0. مظبوط، الله يفتح عليك. طب مين الجيت واي بتاعتي اهو، اي بي الجيت واي اهو، اي بي الجيت واي اهو، شايفه. طب مين الدي ان اس، برضه الدي ان اس بتاعي هو نفسه الجيت واي، انا عامل كونفيجر للدي ان اس بتاعي ان هو يكون زي الجيت واي بالظبط، يعني معنى كده ان انا لما احب اطلع لاي عنوان على الانترنت، مثلا ياهو دوت كوم، جوجل دوت كوم، فيسبوك، اي حاجه، هسال نفس الجيت واي بتاعتي، هسال الراوتر بتاعي برضه. خلاص كده. طيب كلام جميل، ماشي. فين يا سيدي، فين فين فين، ماشي. اعتقد ان كده كافي لحد دلوقتي كمجرد بدايه. تعالى كده ايه، نمسح البروفايل ده ونكريت بروفايل خاص بينا اهو، نفس الحاجه. ممكن اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن ديليت للبروفايل اللي اسمه اي ان او دو 1، ان ام سي ال اي كونكشن شو اهو، اتمسح اهو. لو جيت هنا كده
بص ايه اللي حصل. الكونكشن، ايوه بالظبط، الكونكشن بتاعك فصل. لما تمسح البروفايل خلاص الكونكشن بتاعك فصل، مع السلامه اهو. طيب، طب انا عايز اكريت بروفايل جديد، والله سهله قوي. ان ام سي ال اي كونكشن اد، هاد كونكشن خلاص. بالمناسبه طول ما انت شغال مع النتورك مانجر خلي ايدك على التاب، خلي ايدك على التاب، كل ما تضغط تاب، يعني لو جيت هنا كده ان ام سي ال اي دبل تاب، بص عمل ايه، اداك كل الاوبشنز اللي ممكن تستخدمها اهيا. ودي حاجه قمه الدلع اللي في الدنيا، اعتبر نفسك انك بتكتب في سيسكو بالظبط، بس في سيسكو كنت بتاخد علامه استفهام، بس هنا بتضغط دبل تاب بس. دي نصيحه، طول ما انت شغال مع النتورك مانجر استخدم الدبل تاب، هيعمل لك اوتو كومبليت. لا والله مش هقدر اكبره. ان ام سي ال اي كونكشن شو، او اسف كونكشن، وهقول له كده دبل تاب كمان. بص قال لي انت ممكن تعمل ايه، دي كل العمليات اللي ممكن تعملها مع الكونكشن، فانا هاد كونكشن خلاص دبل تاب كمان. قال لي عايز تعمل ايه، الكونكشن نيم اهو، ادي اسم الكونكشن. الكونكشن نيم يا عم وليكن هسميه هوم اهو. ايه كمان، الانترفيس نيم مربوط بانهي فيزيكال انترفيس عندك، هقول له ربطه بالانترفيس اللي اسمه. ها بص كده، لو ضغطت دبل تاب جاب لك كل الانترفيسز اللي عندك، سواء فيزيكال انترفيسز او فيرتشوال انترفيسز زي البريدجز وزي اللوباك انترفيس كمان اهو. لو ضغطت له بس كده ايه، هيكمل لك كل حاجه لوحده اهو. شايف، زي ما قلت لك بقى، زي ما اتفقين دايما وانت شغال مع نتورك مانجر ايدك على الدبل تاب. طب ايه كمان ممكن استخدمه، قال لك ممكن تحط له الطيب بتاعه. وبص الطيب لو ضغطت النتورك مانجر، ما شاء الله يعني ما شاء الله بيسبورت كل الكونكشنز دي، في بي ان كونكشن، على تيمنج، على بوندنج، على بي بي او اي، على انفني باند، على جي اس ام، على ايثرنت، سي دي ام اي تقريبا، ايثرنت، كل حاجه، كل واي ماكس، واي فاي، اي دي اس ال، بلوتوث، تقريبا اي حاجه عندك. وده اللي كنت بقول لك حاجه من اسباب قوه النتورك مانجر، ان هو تقريبا بيسبورت اي نوع لكونكشن عندك. طيب نوع الكونكشن ده ايه، ايثرنت. بالمناسبه لو ما حددتلوش النوع اوتوماتيك بيروح لمين، ها بيختاروا ايثرنت. لو ما حددتلوش النوع اوتوماتيك بيختاروا ايثرنت، على اساس ان الايثرنت هو اشهر، ها اشهر نوع من الكونكشنز لسه الناس شغاله بيه لحد النهارده. خلاص كده ماشي، طيب كلام جميل. طيب ايثرنت ماشي، كلام جميل. ها ايه كمان ممكن استخدمه، شايف كده، في عندك حاجه كمان اسمها اوتو كونكت. اوتو كونكت، ها ايه اوتو كونكت دي، اوتو كونكت عشان يبرنج البروفايل ده اب بشكل اوتوماتيك ولا لا، عشان يشغل لك البروفايل ده بشكل اوتوماتيك ولا لا. طب ده هيفيدك في ايه، عارف هيفيدك في ايه، لو عملت ريستارت للسيرفر هيأكتف البروفايل ده بشكل اوتوماتيك ولا لا. طب لو الانترفيس ما كانش واصل ورحت موصل الكابل بتاعه، الانترفيس ما كانش واصل له كابل ووصلت الكابل، ها عايزه اول ما الكابل يوصل اوتوماتيك يكونكت على البروفايل ده ولا لا. طب لو انت ما كنتش عملت اوتو كونكت، ها لو انت ما كنتش عملت اوتو كونكت كنت لازم تروح على المكنه دي وتقول لها اكتف البروفايل ده بايدك بشكل مانيوال. فممكن اقول له كده اوتو كونكت بيس اهو. خلاص كده، ايه تاني ممكن استخدمه، ممكن استخدم معاه مثلا الاي بي 4. الاي بي 4 بالمناسبه انا ممكن اقف عند هنا كده وخلاص على كده، شكرا. انا ممكن اقف عند هنا كده اهو، قال لي سكسسفولي ادد. طب انا ما ضفتش اي بي يا عم، هقول لك استنى بس، ممكن تضيف اي بي في الخطوه اللي بعدها كمان، او في اي خطوه في اي مرحله تعجبك. لو جيت اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو، بص عمل ايه، راح للكونكشن اللي اسمه هوم، راح عمل لي كونكشن اسمه هوم وربطه باني فيزيكال انترفيس
ها الانترفيس اللي اسمه اي ان 016 مش عارف كام، شفت عمل ايه؟ اهو اوتوماتيك اهو ماشي كده. طيب طب ما دلوقتي بياخد اي بي منين؟ هقول لك لو انت ما حددتلوش طريقه اللينك دي ايه، اوتوماتيك هيديفولت على دي اتش سي بي. لو ما حددتلوش طريقه اللينك اللي هتكونكت بيه ايه، ها اوتوماتيك هيحاول ياخد اي بي من الدي اتش سي بي. خلاص كده. طيب ايه موضوع الدي اتش سي بي ده؟ بكل بساطه موضوع بسيط جدا اهو. ادي يا سيدي عندك سويتش موجود، السويتش ده وصل عليه مجموعه ماشينز كده، والسويتش ده وصل لبراوتر، ومن الراوتر ده كده رايح للانترنت. خلاص كده. طيب تفتكر ان انت لو عندك 50 جهاز تفتكر انت مطالب تحط الاي بي ادرس على ال 50 جهاز؟ ايوه طبعا، ما قلت لك كل جهاز عشان يكونكت على الشبكه لازم يكون له اي بي ادرس. طب عمليه متعبه جدا، تخيل عندك شبكه فيها 200 جهاز، تخيل شبكه عندك فيها 1000 جهاز، انت كده بتتكلم في مأساة. هتقعد تكونفيجر الاي بي ادرس بتاعت 1000 جهاز بايدك؟ يا نهار ازرق، ده احنا كده مش هنخلص. طب الحل قال لك بس هات لي مكنه كده على الشبكه هنا، المكنه دي اسمها دي اتش سي بي سيرفر. دي اتش سي بي اختصار دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، ولسه هناخد الدي اتش سي بي سيرفر ان شاء الله في التراك الثالث. طب الدي اتش سي بي ده هيعمل ايه يا عم؟ قال لك الدي اتش سي بي ده كل وظيفته في الحياه، ادي مكنه هي شغل، اول ما تشغلها على الشبكه، ها هي مش معمول لها كونفيجر لاي اي بي ادرس، هتروح كده بعت لكل الناس اللي معاها على الشبكه تقول لهم ايه؟ حد ممكن يديني اي بي يا ولاد الحلال؟ حد ممكن يديني اي بي اشتغل؟ لو في دي اتش سي بي سيرفر هيرد عليها يقول لها ايوه خد يا حاجه، انت ممكن تاخدي اي بي من الرينج ده وليكن من اي حد 192.168.0.0/24، عندك رينج كامل خد اللي يعجبك فيه. طبعا ده له شروط، طبعا الحكايه دي ليها شروط مش مفتوحه كده، بس فرضا الرينج ده كله فاضي، هتروح واخد الاي بي كده، واخد اي بي منه، وتروح راجع للدي اتش سي بي تقول له خلاص يا عم انا خدت الاي بي ده عندي، خلاص خلاص بعد ما بقى معاها اي بي تقدر تكونكت على الشبكه وتشتغل. لا طبعا تقدر تكونكت وتشتغل زي الفل. خلاص فالدي اتش سي بي معناها بتاخد الاي بي اوتوماتيك من الدي اتش سي بي سيرفر، تمام كده. انما لو انت بتكونفيجر بايدك ده اسمها ستاتيك اساينمنت، او بتكونفيجر الاي بي ادرس بشكل ستاتيك عندك. طيب تاني، لو انت كريت البروفايل من غير ما تقول له، ها من غير ما تقول له ايه الاي بي، وحددت له ان انت تشتغل ستاتيك اي بي ادرسنج، اوتوماتيك هيديفولت على مين؟ على الدي اتش سي بي، تمام كده. طيب كلام جميل. طب انا عايز اديله اي بي يا عم، انا عايز اديله اي بي، هقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن، المره دي هاد كونكشن ولا هموديفاي كونكشن؟ ما الكونكشن اتضاف اهو، يبقى في الحاله دي المره دي هعمل ايه؟ هعمل موديفاي. هموديفاي انهي كونكشن؟ ها الكونكشن اللي كان او البروفايل اللي اسمه هوم. خلاص كده تمام. طيب اهو بص لي بقى، المره دي ظهر لي شويه حاجات جديده خالص، ظهر لي شويه حاجات جديده خالص. زي ايه؟ مثلا الاي بي فيرجن 4 دوت ادرس، ده اول حاجه هتحتاجها عندك الاي بي فيرجن 4 دوت ادرس اهو، هتقول له اي بي في 4 دوت ادرس. الادرس اللي هتديله كام يا عم؟ ممكن اقول له كده 192.168.101.110 اهو على سلاش 24، ده السبت ماسك بتاعتي. ممكن اقول له كده اي بي في 4.gateway، الجيت واي بتاعتي كانت 192.168.101.2. ممكن اديله الدي ان اس، ممكن اقول له كده اي بي في 4.dns اهو، الدي ان اس بتاعي وليكن هديله بتاع جوجل 4 تمانيات. خلاص كده.
البيزك سيتنج اللي انا محتاجها كده خلصت. الاي بي مديه له، السبنت مديها له، الجيت واي مديها له، الدي ان اس مديها له، خلاص. طيب ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، الكونكشن اللي اسمه هوم، بص لي كده، انا قلت له من شويه، انا قلت له من شويه اعمل لي ايه، خلي لي الاي بي يبقى كام، 110. طب بص كده، لو نزلت تحت كده شيفت وبيج داون كده، بص الاي بي اللي خده كام، 110. ده اللي هيبقى، ده الاي بي فيرجن 4 لما تعمل له سيت اب. بس فاضل لي كده الاي بي في 4 دوت ميثود، فاضل لي بص كده الاي بي في 4 دوت ميثود، شايفها لسه ايه، لسه اوتو. عارف اوتو معناها ايه؟ الاي بي في 4 دوت ميثود لسه اوتو، عارف دي معناها ايه؟ هيروح ياخد من الدي اتش سي بي تاني. يعني انت دلوقتي عملت ايه؟ اديته اي بي بس ما قلتلوش استخدم الاي بي ده عندك، انت اديته الاي بي بس لسه ما قلتلوش ما تعملش كونكت على الدي اتش سي بي. فمعنى كده الاي بي اللي اديتهوله ده لسه ملوش اي قيمه، لازم تروح تقول له البروفايل ده بشكل اكسبلسيت كده، انا قلت لك هو اوتوماتيك بي ديفولت على مين؟ على الدي اتش سي بي. يبقى لازم تروح له كده تعرفها له كده وتدي له في عينه وتقول له انت ما تكونكتش على الدي اتش سي بي، انت تكونكت على مين يا حاج؟ تكونكت مستخدما الاي بي اللي انا اديته لك. انت هتستخدم ستاتيك او هتستخدم حاجه اسمها مانيوال اي بي ادرس، الاي بي ادرس استخدم الحاجه اللي اديته لك بايدي، خلاص كده؟ معنى كده ان انت كنت المفروض تقول له ايه في الخطوه اللي فاتت؟ اهو ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي الكونكشن اللي اسمه هوم، تقول له كده كونكشن دوت ميثود. ايه اللي ممكن اعمله هنا؟ تعال نوقف الشات ويندو دي كده، مش كونكشن اي بي في 4 دوت ميثود، ها ايه يا عم؟ مانيوال. المره دي لو جيت تقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو، اهو موجود. طب كونكشن شو لاي ان الكونكشن اللي اسمه هوم، اسف البروفايل اللي اسمه هوم، نطلع كده نشوف الاي بي، هل اتاخد الاي بي اللي انا كنت عايزه ولا لا؟ شيفت وبيج اب، قال لي الاي بي هيكون كام يا عم؟ الاول تبص كده اي بي في 4 دوت ميثود كام؟ او بقت ايه؟ بقت مانيوال. طب ارجع كده الاي بي في 4 دوت ادرس بقت كام؟ 110. استنى انزل تحت كده لسه في خازوق، الاي بي في 4 دوت ادرس اللي لسه مستخدم كام؟ اللي لسه مستخدم كام؟ ها 104. قال لا، هو ليه ما طبقش الاي بي اللي اديته له ده؟ ليه ما طبقش الاي بي؟ في حاجه مش مظبوطه. بالمناسبه كمان الاي بي في 4 دوت دي ان اس لسه كام؟ ها 101.2. لا 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 لا، ايه يا عم ده؟ انت بتضحك عليا ولا ايه؟ هقول لك ثانيه واحده، السيتنج دي هي اللي كان معمول لها ابلاي اول ما عملت اكتيفيت للبروفايل ده. طب هل انت عملت دي اكتيفيت وري اكتيفيت مره ثانيه؟ لا، معناه كده ان انت كنت المفروض تعمل ايه؟ ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، ممكن تقول له انا عايز اعمل دي اكتيفيت ان ام سي ال اي كونكشن، هعمل ديسيبل او كونكشن، ايه اعمل له ايه يا سيدي؟ كونكشن داون، ها هعمل داون للكونكشن اللي اسمه هوم، هوقفه وبعد كده هقول له ان ام سي ال اي كونكشن اب للبروفايل اللي اسمه هوم، خلاص كده ان ام سي ال اي كونكشن شو عندي اهو، البروفايل بقى شغال اهو، خلاص كده. وان ام سي ال اي كونكشن شو البروفايل اللي اسمه، اسف هوم. بص لي كده دلوقتي، بص لي كده الكونكشن بتاعي بيكونكت مانيوال،
الاي بي في 4 دي الناس اربع ثمانيات، ايه كمان؟ ده الاي بي ادرس ودي الجيت واي. بص بقى الاي بي اللي متطبق دلوقتي كمان بقى كام؟ ها؟ مش ده اللي انا قلت له عليه؟ مش ده اللي انا كنت قلت له عليه؟ ها، غيروا المرة دي من 104 بقى 110. عايز تأكد اكتر؟ اي اف كونفج. فاكر اي اف كونفج؟ اهو بص الاي بي بتاعك بقى كام دلوقتي؟ بص الاي بي بتاعك بقى كام؟ 110 اهو. تمام؟ طيب تعال كده بنج دلوقتي على الجيت واي بتاعتي 192.168.101.2 ببنج. طب تعالى كده بينج على جوجل ده يا عم، اربع تمانيات ده بيبينج. طب هل جوجل ده اقدر اترجم الاسم الاي بي؟ تعالى كده بينج مثلا على ام اس ان، بلاش ام اس ان، على ياهو دوت كوم. اهو شفت عمل ايه؟ قلت له بنج لي على ياهو، راح رايح مترجم الاسم اللي اسمه ياهو ده للاي بي بتاعه اهو. شايف؟ هو ده اللي بيحصل. انا سالته على الاسم راح مترجمه مرجع لي مين يا عم؟ رجع لي الاي بي. ها وضحت؟ وضحت الحته دي؟ يبقى دلوقتي لو قلت لك اعمل لي اساين لاي اي بي على المكنه تقدر تاساين ستاتيك اي بي؟ تقدر تاساين ستاتيك اي بي؟ ها حلو جدا ممتاز الحمد لله الحمد لله. طيب حلو جدا، هعمل دلوقتي حاجه، هديليت البروفايل دون، هديليت البروفايل ده دلوقتي حالا خلاص، وهاخد بريك وارجع معاكم. هكريت اكتر من بروفايل، هكريت اكتر من بروفايل خلاص، وهاكتيفيت واحد فيهم واعمل اكتيفيت واحد واشوف الاي بي هيبقى كام، وبعد كده اعمل اكتيفيت التاني واشوف الاي بي هيبقى كام. هخلي واحد فيهم شغال دي اتش سي بي، وهخلي واحد فيهم شغال ستاتيك. ماشي كده؟ ماشي. طيب حلو جدا، ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، ان ام سي ال اي كونكشن ديليت هوم، ان ام سي ال اي كونكشن شو اهو اتمسح اهو. حلو جدا. طيب تعال ناخد بريك خمس دقايق بالظبط ونرجع ايه ونرجع نكمل.